السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو الاختيار الصح لاسطوانه الدبرياج اللي هي الكلاتش ديسك. ايه هي المشاكل الاسطوانه، وازاي نعمل عمليه اختيار صح للاسطوانه اللي هي لكي تقوم بالأداء الأفضل في السيارة. اسطوانة الدبرياش من ضمن مجموعة القابض، فما هي وظيفة القابض أو الدبرياش؟ واحد، فصل الحركة بين المحرك إلى باقي أجهزة نقل الحركة. اتنين، وصل الحركة بطريقة تدريجية من المحرك إلى الجير بوكس صندوق السرعات. اجزاء الدبرياش او القابض او الكلاتش: واحد، الحدافة. اتنين، اسطوانة الدبرياش. تلاتة، كرس الضغط. اربعة، كرسي العزل. خمسة، ساق او ذراع. ستة، سلك الدبرياش. سبعة، دواسة الدبرياش. طريقة تشغيل الدبرياش القابض: أولا، في حالة الفصل عند الضغط على دواسة الدبرياش يقوم سلك بالسحب سلك الدبرياش الذي يقوم بشد ذراع الشوكة الذي يقوم بسحب كرسي العزل ليضغط كرسي العزل على ريش كرسي الضغط، يتحمل على سحب الكرسي الانضغاط ليبتعد عن اسطوانة الدبرياش، وهنا تكون اسطوانة الدبرياش حرة الحركة على عمود الدبرياش بحيث تكون في المنتصف بين الحدافة وكرسي الضغط، وعدم تأثير كل منها على اسطوانة الدبرياش. وهنا يتم فصل الحركة من المحرك إلى باقي أجهزة نقل الحركة. ثانيا، عند وصل الحركة من المحرك إلى أجهزة نقل الحركة، عند رفع القدم عن دواسة الدبرياش فإن يرجع السلك لوضعه الطبيعي بواسطة ياي إرجاع ذراع الشوكة لوضعه الطبيعي، ثم تسحب كرسي العزل عن ريش كرسي الضغط لترجع لوضعها الطبيعي، وتنفرد يايات كرسي الضغط لكي تقوم ضغط كرسي الانضغاط على اسطوانة الدبرياش. وهنا تكون أن أسطوانة الدبرياش محاصرة بين الحدافة من جهة وكرسي الانضغاط من الجهة الأخرى، لتصل الحركة من الحدافة إلى الأسطوانة الدبرياش ثم إلى عمود الدبرياش ومنه إلى صندوق السرعات وباقي أجهزة نقل الحركة. فالعامل الأساسي في وصل وفصل الحركة هي أسطوانة الدبرياش أو أسطوانة الكلاتش. تركيب أسطوانة الدبرياش: واحد، بطانة الاحتكاك تصنع من ألياف الأسبستوس، والأسبستوس موجود في الطبيعة ويتميز بتحمل درجات الحرارة العالية ومقاومة عالية للاحتكاك، وصعب أن تتآكل نتيجة الاحتكاك، وتثبيت عن طريق مسامير بورشام موزعة على أسطوانة الدبرياش، ويراعي أن يكون سمك بطانة الاحتكاك أقل من المسافة بين الحدافة وكرسي الانضغاط عند الضغط على دواسة الدبرياش، بحيث يتم الفصل جيداً
عن الضغط على الدواسة الدبرياش. بالنسبة لمسامير البرشام، تثبيت بطانة الاحتكاك غاطسة للداخل مسافة لا تقل عن 2 مليمتر من الوجهين لكي تبتعد المسامير عن كل من كرسي الانضغاط من جهة والحدافة من الجهة الأخرى، ولا تتسبب في حدوث صوت صفير أو احتكاك غير كامل ونقل حركة أقل إلى باقي أجهزة نقل الحركة. وتقوم اسطوانة الدبرياش بنقل واستقبال الطاقة من المحرك، ولذلك يستخدم ييات داخل الاسطوانة تعمل على امتصاص الطاقة الحركية، فترى أن هناك اسطوانات بها 2 ياي في 1 داخل آخر لتمتص أكبر كمية من الطاقة الحركية، وكلما يكون عدد اليايات أكثر كل ذلك ما كان أفضل لكي تكون بدء تحرك السيارة تدريجيا وسلس بدون حدوث رجرجة أثناء سير السيارة. فيجب أن تكون مادة صنع اليايات جيدا لكي اسطوانة الدبرياش تقوم بعملها لنقل الطاقة الحركية بشكل تدريجي. أعطال اسطوانة الدبرياش أو اسطوانة الكلوتش، ماذا يحدث إذا بطانة الاحتكاك متآكلة؟ 1 ضعف في التسارع وتعجيل السيارة، 2 ضعف في عزم السيارة خاصة عند طلوع الكوبري، 3 صوت صفير من مسامير البرشام لبطانة الاحتكاك. ماذا يحدث إذا كانت اليايات اسطوانة الدبرياش ضعيفة؟ 1 رجرجة أثناء بدء تحرك السيارة تؤثر على أسنان تروس صندوق السرعات وصلايب عمود الكردان. في كل هذه الأعطال السابق ذكرها، يجب تغيير الاسطوانة الدبرياش بأخرى جديدة، فالتغيير أفضل من تركيب بطانة احتكاك، لأن شغل المصنع أفضل من العمل اليدوي في البرشمة، ونوعية بطانة الاحتكاك وقدرتها على مقاومة التآكل أعلى، ويايات اسطوانة الدبرياش الجديدة أقوى في امتصاص طاقة الحركة. وفي النهاية أتمنى لكم التوفيق والنجاح.